السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مشروع خروج سكاي لاين البلوك اي الدور السابع. هذا الغرفة الأولى، طبعا التسليم بعد سنة من الآن. نظرة جميلة. الغرفة الأولى، هذه الصالة، صالة كبيرة إن شاء الله. طبعاً في عمارة قدامنا تبني، لكن ما راح تغطي على الإطلالة كلية، راح تغطي جزئياً. الطرف هذا راح يكون واضح تماماً حتى بعد الانتهاء، لكن إطلالة البحر جزئياً راح تتقفل. هذه الإطلالة راح تكون موجودة إن شاء الله، لأنه ما في غير المشاريع هذه راح تبني وتغطي الإطلالة. الإطلالة بالكامل الطرف هذا راح يكون موجود. الدور السابق، ثلاث غرف صالة، 170 متر مربع، دوافع المياه. المطبخ، حتى المطبخ لها إطلالة جميلة زي ما تشوفين هنا، لها أيضا بلكونة. الطرف المجمع الخارجي، البلكونة أيضا لها إطلالة جميلة. هذا المجمع الخلفي، معنا تكون في مواقف سيارات مغلقة، ألعاب أطفال. ما راح أطول عليكم، تواصل معنا ونعطيكم التفاصيل والأسعار إن شاء الله.